انت ما بتعرفي اذا اعتبروا سليم شهيد ولا لا؟ الكل عم يحكوا بنفس القصه وعم يقولوا انه كان ضحيه اطلاق النار، بس عن جد كان حادث ولا كل اللي صار معه كان بسبب الخلافات اللي كانت قبل العمليه؟ وانت شفت بعينك اللي صار هنيك؟ صراحة كل شي مبين مثل الشمس، مو هيك يا إليف؟ كيف يعني؟ شو هو اللي مبين مثل الشمس؟ فكري معي شوي، لما شفنا سليم كان واقع بحضن عاكف، وشه كان باتجاهه، يعني لما اختفوا عن أنظار المجموعة وقت اشتبكوا مع بعض. يمكن بالأول اتضربوا بإيديهم، بس الظاهر إنه الخناقة اتطورت، وبما إنه سليم هو اللي تقوص معناتها اللي سلاح كان بإيد عاكي. والباقي كله تفاصيل. وبعد ما تقوص سليم وحس حاله عم يموت، الزلمة هجم على عاكف وزاد حاله بحضنه. لهيك اتنيناتهم وقعوا على الأرض سوا، وبتصور انت أول وحدة شفتي يوم فينا. مظبوط، لما شفتهم كان سليم ميت بحضن عاكف وكان الدم مغطي جسمه. إذا بدك رأيي، هاي القصة ما لازم تضل محصورة بقصة صديق وغيره. امبارح كان عندك زوج، واليوم انت أرملة يا إليف، لازم تحققي بالموضوع أكتر. إليف، إليف لازم أحكي معك. بشو بدنا نحكي؟ أنت عايشني بهالخوف يا عاكف، تركتني ماشية لحالي بطريق مسدود، ليش عملت هيك؟ ليش؟ مع أنه كل شي كان ممكن يكون حلو بيناتنا، كان ممكن نعيش سوا بسعادة، كان ممكن إنه نحب بعضنا أكثر، وكان فينا نعيش مع بعضنا لآخر العمر.
ليش عملت فيني هيك يا عاكف؟ إليف، لازم تسمعي. لا يا عاكف، أنت اللي لازم تسمعني. اللي مو أنت اللي قتلته لسليم، جاوبني أنت ولا لا؟ جاوبني وريحني. يلا يا عاكف. إليف، شوفي، أنا إليف، أنا عقلي مانو مستوعب كل هالقصة هي. مستحيل يكون المرحوم سليم ما أكل الرصاصة بظهره، هو وعاكف كان وجه لوجه، وبعدين كيف اخترقت الدرع؟ والله الرصاصة كان لازم تطلب الإذن منك قبل ما تخترق الدرع. أنا مو هيك قصدي، بس أنا كنت عم فكر بصوت عالي شوي. لا تفكر كتير. ما فيكن تقعدوا عاقلين؟ لا تفكر حتى بينك وبين حالك إنه عاكف ممكن يكون هو اللي قتله. لا تأخذني غدر مرة تانية، بعدين بخليك مضحكة للكل. ها جرب إذا حابب تشوف. شايب؟ شبت شبت شبت؟ مضحكة. شباب بكفي، رح نقتل بعضنا من دون سبب ولا شو؟ القصة كلها ملخبطة، شو هالشغلة الجديدة يعني؟ وإذا سليم مات بحضن عاكف، صارت معنا كتير من رفقاتنا ماتوا بحضننا، يعني بتصير هاي القصة كتير. إذا هذا اللي بدك تصدقه فأكيد بيصير، وما رح صدق غير هذا السيناريو. أنتوا تركتوا اللي شفتوه بعيونكم على جنب وقررتوا تصدقوا اللي ما بيتصدق حتى لو ما كنتوا مقتنعين. عن جد أنكم درويش. بالتا روق شوي. بالتا، لو ما كنتوا موجودين كنت خربطت له هالخلقة المعكرة كلها. كلكم في براسكم إشارات استفهام، بس ما بتسترجوا تسألوا عنا مشان ما تجاوبوا عليها. بالحقيقة أنا يا إلكار، صار وقت إنه تسكروا الموضوع. شباب اجتمعوا عندي فوراً. يلا شباب. الفرقة الأولى، رئيسنا، إذا بتسمح لي حضرتك بدي أحكي كلمتين. الصلاة والسلام. الفرقة الأولى، إذا ما سمعتوني منيح شو قلت بعيدها مرة تانية. الفرقة الأولى، الأولى، عم تفهموا علي؟ انتو الوقت اللي ما كنتوا فيه موجودين بهي المؤسسة انا كنت عم حارب كرمال هالبلد، وكتير من رفقاتي اللي كانوا معي دفنتهم بإيدي، اللي تقطعوا رجليهم جمعت لهم ياهم بنفسي من ساحات القتال، لأمهاتهم ولأبهاتهم ولأخواتهم ولأولادهم يلي جديد خلقانين، رحت شخصيا زفيت لهم خبر استشهادهم. بوقتها كان عنا أخ كان بيدير باله علينا بالجبال وبالأراضي تحت زخ رصاص، علمنا كيف نضل عايشين. كل ما كنا نطلع بمهمة كان يصرخ ويقول يلا يا أبطال، يلي بده يعيش كرمال الفرقة بيموت كمان كرمال الفرقة. Thank you.
هلا طلعوا بحالتي انا بالوقت اللي ركضت فيه ورا شرف الشهادة. نسيت حالي، نسيت بيتي، دمرت عيلتي بإيدي. شوفوا بعينكم كيف صرت عاجز. لا رجلي اللي خسرتهم ولا هذا الكرسي الحقير يلي أنا قاعد عليه، هالكرسي يلي حاملني، ولا حياتي ولا بيتي يلي احترق وراح، ولا استشهاد رفيقكم سليم كمان، ولا شي من اللي ذكرتهم بيحرق لي قلبي مثل ما بيحترق وقت بشوف الفرقة الأولى عم تتشتت قدامي. طلعوا على رفيقكن عاكف، تذكروا علاقة الأخوة اللي كانت بينه وبين سليم، أوه هالتفكير والشكوك اللي براسكن حطوا لحد